وتعالوا بقى نروح نتعرف سوا على آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي بفروعه المختلفة من خلال زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. هنا موجودة حاليا في فرع النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم، وبدون راحة الفريق بيواصل تدريباته النهاردة. تجمع الفريق كان الساعة 9 صباحا، والمران إن شاء الله بدأ الساعة 10 صباحا، عشان بقى خلاص يبدأوا الاستعداد للمباراة القادمة، مباراة سان داونز واللي هتكون يوم السبت القادم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعني زي ما قلت الفريق ما أخدش راحة من التدريبات، واصل تدريباته النهاردة بعد مباراة المقاولون العرب واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-1. بعد المران النهاردة مباشرة إن شاء الله هيغادر الفريق لمطار القاهرة عشان بقى يتجه لطبعا جنوب إفريقيا استعدادا لمباراة سان داونز. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق، يعني المباراة أكيد مش هتكون سهلة، مفيش أي حل تاني غير إن احنا طبعا نفوز في المباراة. عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة سان داونز. خلونا دلوقتي بقى ننتقل لناشئين كرة القدم، وناشئين 2005 فازوا أمس على فريق الزمالك بنتيجة 2-1. ده كان ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الجمهورية. مباراة حقيقية كانت بتقام على ملعب نادي الزمالك بمية عقبة، لكن ناشئين 2005 قدروا يحسموا المباراة لصالحهم، لأن هم عملوا مباراة كبيرة جدا. أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب محمد عبد الله واللاعب عمرو خالد بيبو، وبهذا الفوز بقى يكون رفع ناشئين 2005 عدد نقاطهم ل 65 نقطة، وبيعزز بقى صدارته في جدول الترتيب، متصدر طبعا جدول الترتيب بفارق 22 نقطة عن تاني الجدول اللي هو النادي الزمالك. يعني خلاص بقى فريق 2005 على بعد خطوات قليلة جدا من التتويج بلقب الدوري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خلونا دلوقتي ننتقل للألعاب الأخرى، ونبدأ بملكات كرة السلة. سيدات كرة السلة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق الطيران بنتيجة 85-42. ده طبعا كان ضمن المرحلة الترتيبية من بطولة دوري السوبر. عملوا مباراة كبيرة جدا بقى، يعني هم حتى الآن محققين سلسلة من الانتصارات في دوري السوبر. بدأوا بقى يستعدوا للمباراة القادمة اللي إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم أمام الاتحاد السكندري. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أما عن رجال كرة السلة فالنهاردة هيستأنفوا تدريباتهم بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة كان منحها طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر أوجاستي بوش بعد انتهاء مباراة الزمالك. رجعوا بقى النهارده يستأنفوا تدريباتهم ويستعدوا للمباراه القادمه. المباراه القادمه ان شاء الله هتكون يوم الجمعه القادم امام فريق الجزيره. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. واستكمالا بقى للحديث عن كرة السلة، امبارح كان تم الإعلان عن الموقع الرسمي للنادي الأهلي مع تجديد التعاقد مع اللاعب مؤمن طارق خيري لمدة 4 مواسم. يعني طبعا شفنا تألق كبير جدا لمؤمن طارق خيري في الموسم اللي فات مع الفريق الأول، قدر الحقيقة يثبت نفسه ويثبت أقدامه مع الفريق الأول وتم تجديد التعاقد معاه. يعني طبعا بنتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله بقى يظهر بمظهر جيد هذا الموسم زي ما عودنا دايما. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة الطايرة، وسيدات كرة الطايرة هيواجهوا الزهور في دور الثمانية من الدوري. طبعا بيلعب بنظام best of 3، الفريقين بيلعبوا 3 مباريات، واللي بيقدر يفوز في مباراتين بيتأهل للدور اللي بعده. ان شاء الله بقى النادي الاهلي لو قدر يفوز على الزهور هيواجه الفائز من سبورتنج او الصيد في نصف النهائي. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان بقى رجال الماسترز بيستعدوا بشكل قوي جدا للبلاي اوفز من بطولة الدوري. طبعا هتقام الويك اند ده هتكون على صالة دكتور حسن مصطفى، وهم مركزين بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد بس هو التتويج ببطولة الدوري. عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم، طبعا ان شاء الله ربنا هيوفقهم امام فريق الطيران. وكمان بقى طبعا هيكون عندهم مباراة مهمة جدا ايضا يوم 16/3 هتكون امام فريق الترسانة، وده هيكون في كوارتر فاينل بطولة كاس مصر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. وكمان خليني اقول لكم ان كوارتر فاينل كاس مصر هيقام برضو على صالة دكتور حسن مصطفى. يعني رجال الماسترز الحقيقة مركزين بشكل قوي جدا، ماشيين طبعا حتى الان في الموسم بشكل جيد جدا، عندهم هدف واحد هو الفوز بجميع البطولات. ايضا بقى كمان خلونا نروح للعبه كره اليد، ورجال كره اليد بيواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه. هيكون عندهم تمرين النهارده طبعا استعدادا لمباراه البنك الاهلي اللي هتكون غدا ان شاء الله ضمن منافسات بطوله الدوري. بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للانشطه والندوات داخل النادي الأهلي.
الاهلي، واداره النادي الاهلي بالتعاون مع مصلحه الضرائب المصريه اعلنت عن اقامه ندوه بعنوان المستحدث في الاقرارات الضريبيه. الندوه دي هتقام غدا ان شاء الله هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره، هتكون بالتحديد امام الشاشه الرئيسيه الساعه 6 مساء. يعني طبعا هيكون بقى متواجد نخبه من خبراء الضرائب المصريه، الحقيقه ان ده بقى بيبين دور النادي الاهلي المجتمعي، ان هو دايما بيكون مش بس بيركز على الجانب الرياضي، لا كمان على الجانب المجتمعي. يعني طبعا كل اعضاء النادي اللي حابه تحضر الندوه اكيد هتكون ندوه مفيده جدا، يا ريت تتواجدوا غدا بمقر النادي الاهلي بالجزيره الساعه 6. يعني دي كانت ابرز اخبارنا النهارده، طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. ما عندناش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه المتميزه كالعاده.